لا علاقة له بالفكر أصلا، بينما المدرسة التي من شأنها أن تكون مغيري العالم هي مدرسة الفكر، هي العلوم الإنسانية التي هجرها الإسلاميون وهجرها الكثير من الناس. ولذلك أصبحنا عاجزين على أن نفهم الحراك الاقتصادي والحراك الاجتماعي، لأننا لم ندرس لا علوم الاجتماع ولا علوم التربية ولا علوم السياسة ولا علوم الاتصال ولا علوم العمران البشري. وأقول إن الذين يتزعمون الآن في الساحة السياسية هم منهم داعش، هم أولئك الذين ملوا من قيادات كان من المفروض أن تقود الشعوب نحو الأفضل. مشايخ يعتنون بنواقض الوضوء، وآخرون يجيرون بفائدة حكام ظلمة يطلبون منهم فتاوى فيفتون، والآخرون قابعون على ساحة الحياة يتحدثون عن الجن أنثى هو أو ذكر. من للشعوب إذا كان علماؤها يقبعون في وادي عبقر عند الجن، وإذا كان مثقفوها لا ينظرون إلى الواقع نظرا مخالط له، وإنما نظر الذي يرقبه عن بعد حتى لا يطير شرره على لباسه فيحرقه. وإذا كان رجال الأعمال يستثمرون على حساب شعوبهم، من لهذه الشعوب حتى تشعر بأنها شعوب حية؟ ألم نكن نحن وكوريا الجنوبية في مرحلة واحدة في سنة 50؟ ما الذي يجعلهم يصبحون قوة ونحن باقٍ ننظر إليهم؟ بل نقتني منتجاتهم بكل عزة واحترام، وندفع أموالنا وعرق جبيننا ودماءنا إليهم، لأننا لم نجد من يحركنا ولم نجد من يفتح علينا باب فهم الواقع والحياة. أبناء من الإسلاميين، وأقول لكم أيها المثقفون يا صناع العقول، أصنعوا عقولا في أمة العرب. التقدم لا يأتي بكثرة أطباء وكثرة مهندسين، وإنما يأتي بمن يدرك كيفية التغيير. ونحن تركنا المجال مفتوحا أمام الداعشين.